من بعد هذا الفاصل رجعنا لعندك كارمن، مشاهدينا كلياتهم عم يستنوكي ويستنونا لنبلش بالابراج ونلحق نعطي كل الابراج ونحكي عنهم ولو بشكل بسيط. رح نبلش ببرج الحمل. الحمل، اول شيء بدي اسالك كارمن شو برجك؟ برج السرطان. انا انت برجك السرطان، ممتاز. معناتها اليوم رح تتوصي لنا بالسرطان. انا الميزان. حلو الميزان. رح نبلش نحن وياكي ببرج الحمل. برج الحمل أكثر التركيز رح بيكون على تأثيرات، لأنه لدي الوقت معنا كتير وقت، رح بيكون على تركيز على هالتراصف وين موجود عند كل برج. فمولود برج الحمل هيدي السنة رح بتكون سنة كتير مستقبلية. أصلاً حطينا، إذا بتذكري، حطينا مواليد برج الحمل من الأبراج الأكثر ارتياحاً. الأكثر ارتياحاً، الأكثر انشراحاً. هيدي سنة مستقبلية، في مصالحة مع الذات، في تقدم على صعيد المشاريع اللي حابين يشتغلوا عليها. هلأ فيها تكون مشاريع صغيرة، فيها تكون طالب حابب يسافر، حابب يدرس برا، حابب يدخل لجامعة، حابب مطرح ما هو موجود. مولود ومولودة برج الحمل هيدي السنة بتحقق الكثير من الأمال، ورح بيكون في الكثير من التعاطي معهم، الدعم لهم ولمشاريعهم. فكونوا جريئين، ما تخافوا. إذا في عندكم طموح، إذا عندكم حلم، إذا عندكم فكرة، شو ما كانت المسألة اللي حابينها اشتغلوا عليها، لأنه هيدي السنة بتقدم لكم الحياة فرصة ثمينة جداً جداً لحتى توصلوا. ما تخافوا من شيء أبداً.